شركة سامسونج عرفت تغير مستقبل الشاشات مرة ثانية. يعطيكم صحة والعافية، معاكم محمد باريكي. من CES 2018 شركة سامسونج غيرت مستقبل الشاشات. تقنية مهمة اسمها مايكرو LED. بس خلينا نرجع كم خطوة لورا قبل لا نعرف شلون وصلت حق التقنية هذه. بكل بساطة الريزولوشنز والبيكسلز دائما وابدا كانوا مربوطين مع بعض. عشان انت يكون عندك ريزولوشن عالي لازم يكون عندك كاونت مال بيكسل عالي عشان تقدر تشوف انت الشاشة واضحة. وتقنية الشاشات تغيرت من بلازما بانلز لل LCD بانلز لل LED بانلز، وتقنية ال LED قاعد تتطور بشكل وايد وايد ملحوظ. واخر تطورات مع ال LED هي المايكرو LED عشان تساعدك تسوي شغلة ما جت على بالك نهائيا من قبل، هي انك انت تقدر تسوي لك تلفزيون متحول. مو معناته ان التلفزيون راح يتحول الى شيء ثاني، معناته اذا اليوم انت شريت تلفزيون مقاسه 32 بوصة بكل بساطة بالمستقبل تقدر تكبر الشاشات لما تيجي تشتري انت لوحات ال LED بانلز وتركبها عليه، والخطوط اللي عادة انت تشوفها عشان تكبر الشاشات تختفي. فممكن انت تركب تلفزيون يصير وايد اكبر عندك على نفس النظام اللي موجود عندك ويتطور معك انت. قدرت سامسونج تسوي هذا الشيء مع نظام تشغيل يكون موجه حق المنظمة الذكية عشان تساعدك من ناحية الموجلاليت. فبكل بساطة تلفزيون الوال ال 146 بوصة هذا راح يكون اول موجلر تلفزيون من شركة سامسونج، وهو متحول. هذا تلفزيون وشاشات صغيرة مركبة مع بعض عشان يعطونك تجربة تكون وايد كبيرة على دقة ال 4K، يستخدمون تقنية المايكرو LED. والتقنية موجودة هنا من ناحية السوفتوير عشان تساعد التجربة للمستقبل تصير افضل وافضل. سامسونج سوت لك الذكاء الاصطناعي انه هو يقدر ياخذ الفيد اذا كان حتى لو HD ويسوي لك اياه ابسكيل عن طريق الذكاء الاصطناعي او طريق السوفتوير والبرمجيات لدقة 8K. شلون اقدر تسوي هالشيء سامسونج؟ مرة ثانية عن طريق الذكاء الاصطناعي. اذا انت عندك شغلة الاجهزة مالتها عادة هي بتكون بيكسليتد، شركة سامسونج عرفت شلون تخلي الذكاء الاصطناعي يتدخل ويزيد لك من ناحية كثافة البكسلات عشان يعطيك دقة صورة وايد اوضح الى دقة ال 8K نيتف، وهذا شيء جدا جدا جبار. فتخيل الحين ان انت عندك المودولر تي في تلفزيون، ما لازم تشتري غيره، لازم انت بس تركب بانلز اذا انت تكبر التلفزيون. مع نظام تشغيل يقدر يسوي لك اب سكيلينج حق البكسلات للمستقبل لدقة 8K. هذا هو فعلا مستقبل الشاشات من شركة سامسونج. فوايد متحمس حق شنو الشغلات اللي احنا ممكن نسويها من ناحية الموجوليريتي مع شاشات التلفزيون، وايد متحمس حق السوق هذا شنو ممكن يجيب لنا نفس منتجات الجوال. اكبر شاشة بحياتي شفتها بدقة جدا ممتازة مع تقنية المايكرو LED من شركة سامسونج CES 2018.